جزاز تغنم من المستوى الاقتصادي من العلماء بيترو. الجزازة هذه معروفة عند الموالين وهي الأكثر استعمالا في الجزائر، ألا عندها سمعة جيدة، السعر تاعها كذلك منافس، استطاعة تاعها 350 واط، الشفرة تاعها حادة وما تأذيش النعجة، ناقصة في الاهتزاز ومهوية مع عدة جهات بما يسخنش المحرك. تقدر تتحكم ثاني في علو الجز، خيط الكهرباء حوالي 4 متر، التشغيل الخلفي، السرعات حتى 6. أنا واش عجبني في هذه الجزازة؟ إقلاع المحرك يبين بلي الاستطاعة تاعو قوية وحقيقية. السرعة واحد في هذه الجزازة تعادل السرعة 3 في أنواع خلاف. التشغيل تاعها خلفي وعندك ميزة التحكم في علو الجز. الجزازة مقارنة بالمقص اختلاف كبير، قادر في 5 دقائق تكمل النعجة إذا كنت محترف. إذا قدرت تتحكم في الجزازة وعرفت كيف تجز، تجيب صوف متماسك وفي نفس الوقت ما تأذيش النعجة. الجزازة ركبوا لها مصفات لحماية المحرك من الرمال والأتربة، وداروا لها عدة فتوحات لخروج الهواء بها ما يسخنش المحرك. رأس ثاني من المعدن مقاوم للصدمات، والشفرة حادة جدا قادرة تقطع ألياف الصوف بسهولة. غالبا الشفرات تجز بين 100 و 200 وتبدأ تحفى، لهذا وفرنا قطع غيار شفرات من النوع الأصلي ممكن أفضل من اللي في الجزازة. خيرنا شفرات بيوان درجة أولى، هذه هي اللي ركبوها في الجزازات عالية الجودة. الشفرة عندها جهة سفلية وجهة علوية يتباعوا مع بعضهم، توصيل ثاني متوفر لكل الولايات، كاين بزاف طلبوا هذو الشفرات. الحجم تاعها صغير لكن وصلناها لأبعد المناطق في الجزائر. نسمع صوت الجزازة من 1 حتى 6.